تحية لكم مستمعين على 97.5 من مسقط والباطنة و 98.5 في محافظة ظفار، وتحية لكل اللي يتابعونا عبر البث المرئي المباشر على قناتنا في اليوتيوب وعلى حسابنا في تويتر ولايف الانستغرام والفيسبوك. معكم في حلقة جديدة من برنامج مع الشبيبة، نخصصها اليوم بالذات، نحن يمكن تعودنا يوم الخميس ما نطلع معكم، ولكن يعني مع انطلاق العام الدراسي الجديد بداية ب يعني الأسبوع القادم الهيئات التدريسية والمعلمين، والأسبوع الذي يليه بالنسبة للطلبة في جميع الصفوف الدراسية، فظن أن هذه الحلقة تكون قبل انطلاق العام الدراسي ومتابعة لاستعدادات وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي 2021-2022، واللي أعلنت يعني الوزارة بعض تفاصيله من خلال بيان معالي الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، وكذلك من خلال بعض التفاصيل اللي ذكرها سعادة الدكتور عبد الله أبو سعيدي وكيل وزارة التربية عن العام الدراسي الجديد. ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة عبر الهاتف الدكتور معتصم بن راشد البلوشي، مدير دائرة إشراف العلوم التطبيقية في وزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بك الدكتور معتصم. أهلا وسهلا لك عبد الله في هذا البرنامج، برنامج مع الشبيبة. حقيقة نحن سعيدين بهذا اللقاء، فشكرا لكم، وشكرا حقيقة كذلك إتاحت لنا الفرصة ولوزارة التربية والتعليم لتوضيح هذا الجانب، استعداد الوزارة لعام الدراسي القادم 2021-2022 بإذن الله تعالى. ونحن سعيدين بوجودك معنا، وأكيد يعني حرصكم على توضيح جميع النقاط قبل بداية العام الدراسي الجديد. وقبل لا ندخل في التفاصيل، يعني نأخذ منك الدكتور معتصم آخر الاستعدادات، استعدادات وزارة التربية لانطلاق العام الدراسي. آخر الاستعداد طبعا كما علمنا الجميع وكما سمع القرارات الجديدة الخاصة بعودة العام الدراسي 2021-2022، طبعا بالإشارة إلى القرار اللجنة العليا الأخير المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، واللي حقيقة صدر يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021، وذلك باعتماد الإطار العام تشغيل مدارس وسط طنخة العام الدراسي 2021-2022، والحقيقة نتأمل فيه أن يصدر فيه قرار وزاري قريبا. وكذلك بناء على القرار الوزاري 181-2021 بشأن مواعيد الدراسة، والذي صدر بتاريخ تقريبا صدر في هذا الشهر أغسطس بشأن مواعيد الدراسة والامتحانات والإجازات العام الدراسي 2021-2022، واللي يحدد حقيقة عودة للمدارس بحيث أن يتم عميد دوام الهيئات الإدارية والتدريسية والإشرافية بتاريخ 12/9/2021، بالإضافة إلى طبعا دوام الطلبة والطالبات يتم العودة لجميع الصفوف الدراسية بتاريخ 19/9/2021. بالإضافة طبعا من ضمن الاستعدادات حقيقة أن الوزارة في تنسيق دائم مع وزارة الصحة حول خطة التحصين للهيئات التدريسية والإدارية والطلبة والوظائف كذلك المرتبطة بالهيئات التدريسية، وكذلك الطلبة والطالبات كما ذكرت لسن 12 سنة فأعلى. نعم، يعني الدكتور معتصم من خلال ملامح العام الدراسي الجديد يتضح أن نحن في مرحلة تعافي تدريجية إن شاء الله لهذا العام الدراسي، طبعا بعد وجود التطعيمات وبعد الحمد لله يعني انخفاض جيد في أعداد الإصابات والتعافي التدريجي. لذا يعني نطلع المستمع والمشاهد عن كذلك استعداداتكم في هذا الجانب وما وصلتم إليه، سواء في خطة تطعيم الطلبة والطالبات طلبة المدارس، أو حتى من خلال التغييرات اللي ممكن تصير في البروتوكول الصحي اللي تم العمل به في العام الدراسي الماضي. حقيقة طبعا الوزارة، وزارة التربية والتعليم حاليا تقوم أو عدت إطار عام لتشغيل المدارس عام 2021-2022. هذا الإطار حقيقة يتضمن تقريبا 7 وثائق يتم الإعلان عنها قريبا وفق قرار وزاري من قبل الوزارة. طبعا إذا جينا نتحدث عن أبرز ملامح هذا الإطار وفق ما ورد في بيان الوزارة بتاريخ 19 أغسطس 2021 من قبل طبعا معالي الدكتورة الوزيرة الموقرة في المؤتمر الصحفي اللي سمعناه جميعا عن للجنة العليا، وذلك يوم الخميس تاريخ 26 أغسطس 2021، الذي أوضح حقيقة مجموعة من الملامح أو
هذه الملامح اللي تفضلت بها الأخ عبد الله، الالتزام بالإجراءات الصحية وتطبيق البروتوكول الصحي، طبعا أكيد يكون مع التركيز على جوانب التوعية في هذا الجانب. والوزارة حقيقة هذا البروتوكول وطورت هذا البروتوكول بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك لماذا؟ لتنظيم طبعا العمل بمدارس في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي لا زال حقيقة خلال هذه فترة الجائحة، بالإضافة طبعا يتم عملية التنظيم خلال اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في هذا الموضوع لضمان طبعا سلامة الطلبة والطالبات والكوادر العامل المدارس الحكومية والخاصة. في نفس الوقت طبعا أعلنت اللجنة العليا عن عملية التطعيم الوزارة حقيقة في تعاون مستمر في هذا الجانب وفي خطة في هذا الموضوع، وتم طبعا التطعيم وما صرح في ساعات الوفيس 90% بالنسبة لهيئة إدارية وتدريسية في هذا الموضوع. وفي نفس الوقت سيتم بداية العام الدراسي من الكل يتم تطعيمه، وهذا الأصل وفق قرارات اللجنة سواء كان الهيئة الإدارية والتدريسية. أما بالنسبة للطلبة سيكون من السن 12 فأعلى في هذا الجانب. يعني دكتور معتصم يبدو أن حققنا نسبة جيدة في تطعيم الطلبة، خاصة إذا ما قسناها بالفترة الزمنية 90% بالجرعة الواحدة، يعني ما يقارب 305,000 طالب وطالبة، وأكيد يعني مع مرور الوقت هذه النسبة راح تزيد أكيد وصولا إن شاء الله إلى مرحلة التطعيم الكامل. هل هذا يعطينا مؤشر كذلك أن الوزارة يعني ماضية قدما في اتخاذ إجراءات يعني اتجاه أولياء الأمور الذين امتنعوا عن تطعيم الطلبة وبالتالي لن يتمكنوا يعني من دخول المؤسسة التعليمية اللي هي المدرسة في حالة عدم تلقيهم للتطعيم؟ طبعا آخر تعميم للوزارة وفق التعميم صدر من مكتب سعادة وكيل وزارة التعليم بشأن طلبة الدور الثاني لدبلوم التعليم العام، حيث تضمن هذا التعميم يمنع منع دخول الطلبة غير المحصنين، وبالتالي هذا طبعا يسري وفق قرار اللجنة العليا بأن الجميع يدخل لهذه المؤسسات الحكومية والخاصة بشكل عام، أن يتم عملية التطعيم الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية. وطبعا بالنسبة للهيئات الإدارية والتدريسية أكيد سيكون التطعيم شامل الجميع، وبالنسبة للطلبة يكون أن الثاني عشر سنة فأعلى. طبعا المقصود بالثاني عشر يعني من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر. نعم. طيب يعني أتوقع هذا قرار واضح أصبح في جميع مؤسساتنا الحكومية وحتى الخاصة، موضوع الدخول إلى هذه المؤسسات لغير المطعمين. خلنا ننتقل معك يعني الدكتور معتصم للحديث عن طبيعة عودة الطلبة إلى المدارس، وما هي الفئات التي ستعود بنسبة 100% والفئات التي سيطبق عليها نظام التعليم المدمج، وما هي الحالات الاستثنائية التي من خلالها قد تتخذ المديريات العامة في مختلف محافظات السلطنة قرارا بتطبيق التعليم المدمج حتى خارج نطاق الفئات اللي ذكرتوها؟ طبعا من أبرز الملامح لإطار العام تشغيل المدارس وفق ما جاء في بيان معالي الدكتور الوزير المقرر هو خطة تشغيل المدارس، حيث تم حقيقة تم تصنيف هذه المدارس العام الدراسي القادم 2021-2022 إلى ثلاث فئات وفق طبعا الكثافة الطلابية، وهذا المعيار الذي يحدد دوام الطلبة سواء كان بالتعليم المباشر أو التعليم المدمج. طبعا التصنيف الاول او الفئه الاولى مدارس ذات الصفوف من 1-6، وهي طبعا الطلبه الذي لا يشملهم التطعيم وهم دون السن 12، حيث يتم تشغيل هذه المدارس طبعا نظام التعليم المدمج اسبوع باسبوع. لماذا؟ ان عدد الطلبه هنا حقيقه يتجاوز 20 طالب في الفصل، لكن اذا كانت المدارس هذه قليله الكثافه ولا يتجاوز عدد الطلبه في الشعب الواحده 20 طالب يتم تشغيلها بنظام التعليم مباشر 100% طبعا، وهذا طبعا نؤكد مع التزام بالإجراءات الصحية والاحترازية. أما بالنسبة للفئة الثانية وهي المدارس ذات الصفوف من 7-11، فالأصل أن يتم عملية تشغيلها بنظام التعليم المباشر 100%، يكون الكثافة الطلابية التي تم تحديدها 30 طالب في كل شعبة. لكن طبعا إذا كانت هذه الكثافة والمدارس هذه الكثافة والصفوف هذه الكثافة يزيد عن عدد طلبتها عن أكثر من 30 طالب في الشعب الواحدة، يتم تشغيلها في هذه الحالة بنظام التعليم المدمج أسبوع بأسبوع، وهذا طبعا مع التأكيد التزام بالإجراءات الصحية والاحترازية. لكن الطالب طبعا كيف يستطيع
احنا ندرس اسبوع باسبوع. طبعا احنا الاسبوع الاول بيكون دوامه في المدرسه، يتم عمليه تلقي التعليم بشكل مباشر في الصف. اما الاسبوع عندما يكون الطالب في المنزل سيتم حقيقه تدريس هؤلاء الطلبه عبر بدائل تم تحديدها من قبل وزاره التربيه والتعليم، وسيتم الاعلان عنها لاحقا وفيما يتم اقرار هذا الاطاله. لكن أما كلامك دكتور معتصم انه هذه الادوات ستكون مختلفه عن ادوات العام الدراسي الماضي، ادوات التعليم عن بعد. دكتور معتصم ما سمعتك عبد الله، كنت قطع الصوت. تفضل. الان واضح صوتي؟ نعم واضح. كنت اسال الدكتور يعني معتصم، هل ادوات التعليم عن بعد ستكون مختلفة عن الأدوات السابقة في العام الدراسي الماضي؟ لأن قلت أنت راح يعلن عنها، رغم أننا نحن متعودين على يعني التعليم عن بعد من العام الدراسي الماضي. الأدوات طبعا على التعليم عن بعد فيها تطوير، يكون هذه من ضمن مكتسبات التعليم الإلكتروني، في أشياء متطورة. من ضمن الأدوات كنا نحن سابقا أو البدائل لمنصات التعليم الإلكتروني، وفي كان متزامن وغير متزامن، سيعلن كذلك في تفاصيل أخرى عن هذه البدائل، سواء كان التطوير في التوسيع في الصفوف القنوات التلفزيونيه، ولا كذلك التطوير في المحتوى الالكتروني في المنصات التعليميه، ولا كذلك في بعض تقنيه البث المباشر يتم عمليه الاعلان عنها لاحقا من احد المدارس. نعم، اذا في تفاصيل جديده بما يعنى بالتعلم عن بعد وادواته، ومن خلال اكيد استفادتنا من المرحله الماضيه لايجاد سواء ادوات مطوره او ادوات جديده. صحيح بالضبط. صحيح. والفئه الثالثه طبعا الاخ عبد الله الصف الثاني عشر، حقيقه الصف الثاني عشر سيتم تشغيله 100% بنظام التعليم المباشر مهما كانت الكثافه الطلابيه داخل هذا الفصل. نعم. وطبعا اكيد مع الالتزام بالاجراءات الصحيه والاحترازيه. يبقى لنا طبعا في مدارس مستمره، المدارس المستمره المقصود فيها من الصفوف من 1 الى 12 او المدارس والصفوف من 5 الى 10، هذا حقيقه يتم فيها فصل طبعا طلب من 1 الى 6، ليكون هذا الطلبه غير طبعا مطعمين، وبالتالي قدر الامكان وفق الاجراءات والامكانيات اللي تقوم بها المديريات التعليميه ان يتم عمليه فصل هؤلاء الطلبه في اجنحه مستقله. نعم. خوفا طبعا ونظرا عن التجمعات يكون هذه الفئه لا يتم تحصيلها. نعم، طيب دكتور نحن نستاذنك في استقبال عدد من الاتصالات لاولياء امور او طلبه يمكن يريدوا يستوضحوا من بعض النقاط، واليوم اكيد هذه المساحه للاجابه على تساؤلاتهم ولايضاح يعني اكثر النقاط المتعلقه ببدء العام الدراسي. ناخذ اتصال. مساء الخير. مساء الخير. وعليكم السلام، يا مرحبا. معك محمد المشايخي. محمد المشايخي، تفضل محمد. نعم. مباشرة ومعنا على الخط الثاني ترى الدكتور معتصم البلوشي من وزارة التربية والتعليم، فسؤالك بشكل مباشر حتى يتم الإجابة عليه ونستطيع أخذ أكبر عدد من الاتصالات، تفضل. سؤالي هو ليش المنهج بشكل عام أو الاختبارات بيكون اختبار واحد نهائي ومنهج كامل، يعني الطالب مش روبوت أبدا، الطالب ما بيقدر يستحمل هذا الكم من المعلومات، يعني فترة الدراسة تقريبا لما تكون من 9 إلى 8 شهور. خلال هاي الفترة الطالب أوكي بيراجع، ما في فترة صراحة تقريبا إلا أسبوع واحد اللي هي حق منتصف السنة. نعم. فكيف الطالب بيدخل الامتحان وهو مذاكر تقريبا كتابين؟ نعم. كل كتاب محمد أنت طالب؟ أيوه طالب صف ثاني عشر. رايح للصف الثاني عشر إن شاء الله. أيوه. طيب. طيب واضح سؤالك ومعروف أكيد من خلال ما يتم طرحه في وسائل التواصل الاجتماعي. نسمع إجابة الدكتور معتصم، أتوقع السؤال الأبرز على الإطلاق. شكرا لك محمد. أتوقع السؤال الأبرز على الإطلاق وأكيد أنتوا يعني تابعتوا في وسائل التواصل الاجتماعي موضوع الاختبار الواحد للعام الدراسي اللي يعتبره طلبة الصف الثاني عشر أنه راح يكون منهك بالنسبة لهم. صحيح، وطبعا وفق القرار الوزاري 181 على 2021 وحدد نوع التقويم، هنا تقويم بالكامل طبعا يكون هو تم موائمة آلية التقويم تعلم الطلبة العام الدراسي هذا القادم 2021-2022 كعام استثنائي مثل العام الدراسي المنصرم. لماذا؟ طبعا مواجهة جائحة كورونا، وفي نفس الوقت طبعا ما خلفت هذه جائحة كورونا من فاقد تعليمي، الوزارة أكيد بتكسب زمن التعلم بحيث يمتد زمن التعلم، بالإضافة إلى أن العام الدراسي المنصرم كان يوجد حقيقة بعض الموضوعات التي تم حذفها وبالتالي أدى إلى فاقد التعلم، وفي هذا العام
من ضمن الخطط الوزارة يتم معالجة فقر التعليم وبالتالي تكتسب من الزمن. طبعا نظام التقويم عندما يتحدث على نظام التقويم المستمر لعام دراسي كامل صحيح في اختبارات تكون قصيرة وفي اختبار واحد يكون نهائي، لكن من المعلوم على أساس أن هذا المعلوم لا بد أن يكون تتضح للجميع مثل عام الدراسي المنصرم أن الموضوعات التي تأتي في الاختبارات القصيرة حقيقة لا تدخل في الامتحان النهائي، أي أن المحتوى التدريسي 30% منه ما يدخل في امتحان أو اللي 30% اللي يدخل في الامتحانات القصيرة و 70% يدخل في الامتحان النهائي. لحظة شوية دكتور معتصم، هذه نقطة تراها في غاية الأهمية لأن ترد عليها تساؤلات كثيرة. الآن الاختبارات القصيرة المحتوى اللي بيكون في الاختبارات القصيرة هذا لن يتضمن في الاختبارات النهائية، وهذا كان أحد المقترحات على وسائل التواصل الاجتماعي والآن أنت وضحت. لكن الآن في آلية التقويم نعرف أنه في 60% من آلية التقويم موجودة في الاختبارات النهائية، صحيح كذا دكتور؟ صحيح، طبعا تعتمد على الفصول الدراسية. نعم، على حسب الصفوف الدراسية. نتكلم في 40-60. نعم، الأهم نتكلم عن مثلا الثاني عشر مع 40-60. بالضبط. طيب 40% هذه لك عرفناها اختبارات نهائية، 40% هذه كيف توزع التقويم المستمر؟ هذه كيف اختبارات قصيرة كلها ولا في أدوات أخرى؟ في أدوات أخرى طبعا، أكيد في أدوات أخرى، في اختبارات قصيرة وفي أدوات أخرى. تقريبا اختبارات قصيرة تضمن من 25 إلى 30 درجة، وباقي الأدوات أو الأداة الأخرى تضمن باقي الدرجات الموجودة في هذا. نعم، أحد المتابعين يسأل يقول المعلومة اللي ذكرها قبل شوية الدكتور معتصم فقط للصف الثاني عشر ولا لجميع الفصول الدراسية؟ مسألة لجميع الصفوف الدراسية من 5 إلى 12. نعم، إذن هذه نقطة كانت ما واضحة يعني للبعض والآن يعني وضحتها دكتور. نأخذ اتصال آخر بعد قليل ولكن نكمل يعني بعض الأسئلة اللي عديناها هنا. ويعني كيف تابعته كذلك يعني دكتور معتصم قلق الطلبة من مسألة الاختبار الواحد وكيف يمكن أن نبدد هذا القلق؟ الآن أنت ذكرت نقطة حقيقة يمكن تكون مريحة بالنسبة لهم هي عدم دخول محتوى الاختبارات القصيرة، لكن لا زال الخوف من الضغط الشديد من المحتوى المنهج ويكون في اختبار واحد. فكيف تدارستوا هذا الموضوع حتى اتخذتوا هذا القرار؟ وما هي مبرراته يعني الحقيقية؟ هل هي فقط بسبب الفاقد التعليمي والجائحة ولا هناك كذلك يعني أسباب أخرى؟ مثل ما ذكرت لك عبد الله في بداية حديثي أن العام الدراسي المنصرم عندما تم مثلا تحليل النتائج ما رأينا أنه يوجد فيها انخفاض مثلا أو مقارنة بانخفاض بالتحصيل الدراسي بنتائج العوام الدراسية المنصرمة. بالإضافة إلى مثل ما ذكرت أن من ضمن الأسباب بتمديد عام دراسي هو معالجة فقر التعلم والاستفادة من زمن التعلم خلال الفترة اللي يمتحن فيها الطالب بين الفصلين تقريبا من الشهر إلى شهر ونصف، بحيث أن يتم هنا عملية التعليم وعملية التدريس. نعم. بالإضافة إلى كذلك أن المحتوى التعليمي صحيح بالكامل، لكن يتم عملية التدريس كذلك بطريقتين، بطريقة المباشرة وبطريقة المدمجة. فهي تقريبا باختصار الاعتبارات التي أدت إلى وضع تقويم بالكامل هذا العام. طبعا ليس بالضرورة عبد الله، ليس بالضرورة أن العوام الدراسية القادمة يكون نفس هذا المنوال، ممكن ترجع الوزارة إلى نظام الفصلين. فهذا بس فقط يعني كما نذكر أعوام أو عامين استثنائيين وفق ظروف الجائحة وما خلفت هذه الجائحة حقيقة عن فاقد التعلم في هذا الجانب. نعم، هناك طرح كذلك يعني دكتور يخص عدد الحصص الدراسية أو عدد ساعات الدراسة. يعني البعض يعتقد أنه مع ظروف الجائحة ومع ارتداء الطلبة للكمامات طوال فترة تواجدهم في المدرسة أنه هذه المدة طويلة كذلك ويعني منهكة بالنسبة لهم بسبب الإجراءات الاحترازية، ويمكن حتى تصعب على الهيئات التدريسية التعامل مع تطبيق هذه الاحترازات في ظل وجود هذا العدد من الحصص أو هذا العدد من ساعات الدوام المدرسي. فما هو تعليقكم؟ طبعا الأصل هي العودة الطبيعية نتيجة التعافي اللي واضح الموجود، وبالتالي الوزارة مع التنسيق مع وزارة الصحة أن يكون كأنها عودة طبيعية. صحيح مع تنفيذ أو مع تطبيق الإجراءات
الاحترازية. طبعا تم استبدال العام الدراسي المنصرم، لا ننسى ان كان تقريبا شمل التعليم عن بعد، وكان حتى زمن التعلم قلص تقريبا ثلاث ساعات في اكثر من فيها، في فئة التعليم مباشر كان ثلاث ساعات، وكذلك الفئة التي تم عملية تدريس عن طريق التعليم الإلكتروني ثلاث ساعات، وبالتالي كان زمن قليل جدا. هذا العام طبعا يتم عملية التعويض، والنتيجة للتعافي الوزارة تريد أن يكون في عودة طبيعية تدريجية في هذا الجانب، وكيف في مؤشرات إذا المؤشرات بدأت بالتعافي بصورة أحسن وفق ما تقرر بعد ذلك وزارة الصحة في هذا الجانب، ممكن يتم العودة بشكل طبيعي بهذا الجانب. هذه الإجراءات يعني، وهذا سؤال ملح كذلك دكتور، تنطبق على المدارس الحكومية والمدارس الخاصة معا، أقصد كبروتوكول وكطريقة تقويم وغيره؟ نعم، من هذا الجانبين، المدارس الخاصة. طبعا آليات تشغيل المدارس الخاصة تختلف في بعض الأشياء، تختلف كحجم الصفوف والكثافة الطلابية، لكن مع تطبيق كذلك البروتوكول الصحي، لكن توجد لها آليات معينة في هذا الجانب كذلك. نعم، لكن في الصفوف تقريبا من 1 إلى 5 اللي راح تطبق نظام التعليم المدمج أسبوع بأسبوع، هذه كذلك في المدارس الخاصة بنفس الآلية، ولا المدارس الخاصة لها آلية مختلفة بحكم إمكانياتها واستيفائها للشروط؟ لا، المدارس الخاصة سيكون لها آليات وفق الإمكانيات الموجودة عندهم، كذلك وفق مساحة الصف، مساحات الصف الموجودة في المدارس الخاصة تختلف عن المساحات الموجودة. هذا يتفاوت حتى من مدرسة إلى مدرسة بالنسبة للمدارس الخاصة. نعم، نأخذ اتصال. مساء الخير. مساء النور. يا مرحبا، من معنا؟ الطالب الجمانة. جمانة، تفضلي جمانة، يسمعك الدكتور معتصم. طبعا حسب يعني القرارات المتخذة منهم، احنا بغينا نوضح بس كم نقطة. انا بغيتك جمانة تسأل سؤالك بشكل مباشر عشان يكون في مجال الآخرين. اتوقع انت بعد شاركتينا قبل صح؟ لا. انزين، طيب اذا نبغى نسمع سؤالك مباشر. سؤالنا سبب يعني دام القرار كان بأن يعني يكون العام الدراسي فصلين مثل الأعوام السابقة، ما السبب في عدم اختبارنا فصلين؟ يعني كل فصل يكون له اختبار مثل الأعوام السابقة، يعني وش السبب يعني ليش يكون اختبار نهائي واحد فقط؟ هو الأسباب ذكرها قبل قليل الدكتور معتصم إذا كنت تتابعينه، وقال إنه بسبب الفاقد التعليمي في العام الماضي، وكذلك يعني بسبب ظروف الجائحة وغيرها. تفضلي. لكن يعني هل المعلمين جاهزين إنهم يقوموا يعني تدريسنا الأشياء المفقودة؟ يعني في يعني ما أتوقع إن المعلم بيكون ما عنده وقت، يعني ما في وقت كافي. زائد ان يعني في بعض احنا عندنا اصلا نقص في المعلمين، يعني في المعلم غير مطالب انه يشرح يعني شيء خارج منهجه، وزائد انه يكون يعني ما في وقت. نعم، بيكون لدى المعلم عشان غير جاهزية يعني المعلمين. جمانة، غير جاهزية المعلمين، ايش اللي يقلقك؟ ايش اللي يقلقك غير جاهزية المعلمين؟ يعني انت من ايش متخوفة غير مسألة جاهزية المعلمين؟ كمية يعني الدروس والمواد. نعم. وبعد وفي النهاية هذا يعني اختبار مصيري، يعني احنا سنة. نعم. حاسمة. قصدك ان المفروض تكون في شوية محذوفات من المنهج بدل ما تختبره كامل؟ بالضبط. طيب، سمعت توضيح الدكتور قبل قليل ان الاختبارات القصيرة في ما راح تكون في الاختبار يعني النهائي. اقتراحات يعني لقراراتهم، اما انه يعني يكون يعني الفصل الاول يكون الاختبارات يعني هي الاختبار يعني منهج الفصل الاول يكون في الاختبارات الفتريه اللي هي 40% من التقويم، والاختبارات والاختبار النهائي يكون على الفصل الدراسي الثاني، منهج الفصل الدراسي الثاني، وكذا يعني بيكون ما في ضغط للطالب، ولا نحن يعني ما. نعم. بيكون في اختبارين مثل ما يعني واضح يعني من الوزارة. زين، واضح. جمال، تبغى تستوضح اي شيء دكتور معتصم؟ هو بس بيوضح اخي عبد الله ان الفصل الدراسي الاول سيكون فيه اختبارين قصيرين،
والاختبار القصير الثالث هذا يكون في الفصل الدراسي الثاني. بالتالي كمية الموضوعات التي تأتي في الاختبارات القصيرة في الفصل الدراسي الأول أو موضوعات في الفصل الدراسي الأول هي كميات أكبر عن الفصل الدراسي الثاني. يعني قصدك الفصل الدراسي الأول بيكون فيه اختبارين قصيرين؟ نعم، الاختبار القصير بيكون الثالث في الفصل الدراسي الثاني. وبالتالي كمية الموضوعات بتدخل في الفصل الدراسي الأول في الاختبار النهائي أقل عن كمية الموضوعات بتدخل في الفصل الدراسي الثاني. نعم، بحكم أن هناك كان في اختبارين في الفصل الأول. بالضبط. نعم. ها جمانة، ولكن يعني في اختبار الفتري يعني كمية الدروس أستاذ يعني الكمية قليلة جدا، يعني ما بينقص من منهج شيء. في النهاية كتابين فصلين دراسيين، منهج فصلين. هذه الموضوعات يعني كميات المناهج سيتم تحديدها حقيقة في وثائق تقويمية مفصلة لكل مادة دراسية ستنزل لاحقا. نعم. طيب يمانة، طمنتي شوية ولا بعدك؟ بعدنا لازم نوجد حل، يعني ما يكون في ضغط للطالب. يعني احنا ما نرى في هذا الشيء مصلحة. أوعدك الحين نناقش هذا النقطة، كيف هم راح يعني راعوا مسألة توزيع هذا الضغط الدراسي طوال العام بطريقة ما تكون مرهقة. طيب خليك متابعتنا. طيب دكتور معتصم، عشان نوضح كذلك لبقية الطلبة اللي وأولياء أمورهم اللي يسمعون الآن، أكيد يعني أنتم في وزارة التربية والتعليم كنتوا حريصين في مسألة توزيع هذا الضغط الدراسي على الطالب، وأتوقع اللي ذكرته قبل قليل هو شكل من أشكال هذه المراعاة. نعم. مثل ما ذكرت لك عبد الله، سيكون لكل من الصفوف من 5 إلى 12 اختبارات قصيرة. هذه الاختبارات القصيرة كل اختبار يكون إلى 10 درجات تقريبا. الموضوعات سيتم تحديد الموضوعات هي طبعا متعلقة بمركز القياس والتقييم التربوي، هو اللي يحدد الموضوعات والمخرجات لكل اختبار من خلال المحتوى التدريسي. فمثل الاختبار الأول القصير يحدد له مثلا 5 موضوعات 6 موضوعات، هذا يتم عملية تقرير من جانب الفني هذا الجانب. وبالتالي كمية الموضوعات في فصل الدراسة الأول من تقريبا تشمل 20% من المحتوى التدريسي تدخل في الاختبارات القصيرة، وال10% يكون من فصل الدراسة الثاني. وبالتالي هنا المراعاة بأن كمية الموضوعات في فصل الدراسة الأول تكون عددها قليل وتدخل في الاختبارات النهائي مقارنة بالموضوعات اللي الواردة في الفصل الثاني. أقدر أقول بحسبة بسيطة أن 20% تقريبا من المنهج الذي سيشملها الاختبارات القصيرة في الفصل الأول ستكون وكأنها من المحذوفات، لأنها لن تشمل الاختبار النهائي. بالضبط، هو في النهاية مثل ما ذكرت إجمالي 30% من المحتوى في الاختبارات القصيرة، و 70% سيدخل في الاختبار النهائي. من 30% تكون من موضوعات الفصل الدراسي الأول، و 10% من موضوعات الفصل الدراسي الثاني. نعم، هذا اللي يسأل، ويعني في وايد تساؤلات كانت عن موضوع المحذوفات وأن المنهج يعني راح يكون يعني منهك. هذا أتوقع الحين توضيحك دكتور معتصم يعني يوضح أنه فيما يعادل 20% من هذا المنهج سيكون من ضمن المحذوفات، لأنه بيكون في فترة الاختبارات القصيرة للفصل الأول. ناخذ اتصال. مساء الخير. مساء النور. يا مرحبا وسهلا، من معنا؟ يا مرحبا، أمل الشكيلي ولية أمر. أمل الشكيلي، يا مرحبا وسهلا فيك، تفضلي. يا مرحبا، طبعا أرحب بالدكتور معتصم وأرحب فيكم في إذاعة الشبيبة. طبعا الحوار والموضوع وحديث الساعة هذه الأيام هو وجود اختبار فصلي واحد لطلاب الثاني عشر. طبعا في ظل وجود هذا الكم الهائل من المنهج، وفي حالة الحديث عن المحذوفات، ماذا عن الطالب بالنفس؟ أصلا أن يعيش الطالب ضغط نفسي من بداية شهر 9 ويختبر في نهاية شهر 6، هذا يشكل عبء على الطالب في استرجاع ومذاكرة الدروس، بغض النظر عن وجود المحذوفات وبغض النظر عن وجود مجموعة من الدروس راح تدخل في الاختبارات القصيرة. الطالب سيمر بعام دراسي طويل فوق 8 أشهر لن يجد فيه الراحة. كيف الطالب يقدر يأخذ فيه راحة وهو يداوم يومي؟ احنا أولياء أمور وعارفين الوضع، لكن في استراحة ما بين الفصلين.
هذه الاستراحة ما تسمى استراحة، تسمى استراحة في حالة أن الطالب اختبر اختبار فصلي. نعم، يعني قصدك أنه بيظل في هاجس لأنه الاختبارات بتكون شاملة ما درسها في الفصل الأول. أيوة، يعني الطالب الثاني عشر، الطالب الحريص على عدم إضاعة أي يوم، بيقول لك أنا في هذا الأسبوع ما أعتبره أجازة، أنا عندي منهج أريد أذاكره، أريد أستذكره. حتى ولي الأمر ما بيشعر بالارتياح. نعم، يعني العام الماضي في ظل وجود الجائحة وذهاب الطلبة للمدرسة أسبوع بأسبوع، كانت لديهم أريحية في استذكار ما تم أخذه في الأسبوع الأول، يذاكره في الأسبوع الثاني ويحضر. إحنا قريبين من أبناء الطلبة، وزارة التربية جميع القائمين فيها قادرين على إدارة مثل هذه المشاكل أو غيرها، لكن أن يقف الطالب ويختبر في شهر، يعني في شهر يونيو، هذا شيء جدا كبير عليهم. نعم، يعني إحنا معنا الطلبة، يعني مثلا اللي يعاني من الوسواس، الطالب المتردد، الطالب اللي ما عنده ثقة في نفسه، هذا اللي من بيعالجهم؟ يعني كأن قصدك أنه ما تم مراعاة الجانب النفسي بالنسبة لصاحب الصف الثاني عشر، لأنه دائما يمر بضغوط. احنا ما نتكلم عن المحذوفات. المحذوفات لو ينحذف الفصل الدراسي الأول ويشعر الطالب بعد نهاية مثلا شهر يناير أنه خلاص الفصل الأول تم، مثل ما قالت الطالبة جمانة قبل شوية، خلاص دخل لي في الاختبارات القصيرة، إذن أنا ما مسؤول عنه. هنا ممكن الطالب يشعر بأريحية، لكن أن يبقى حتى لو بقى في منهج التربية الإسلامية درس واحد من الكتاب الفصل الأول، الطالب بيعتبره عبء عليه مع كتاب الفصل الدراسي الثاني. نعم، إحنا نتكلم عن طلبة قدراتهم قليلة، نتكلم عن طلبة ممكن يمر بظروف. ماذا عن التعويض؟ كان الطالب في الفصل الدراسي الأول وإن حصل على نسبة قليلة أو مر بظروف يستطيع التعويض. طيب، وين هذا بيكون؟ نعم، خلينا يعني نسمع تعليق الدكتور معتصم. الجانب النفسي دكتور، خاصة بعد ظروف الجائحة وبعد مرور أكيد يعني الطلبة بضغوط معينة وبقاهم في المنزل لفترات طويلة وغيرها، يعني معروف وأشار له سعادة الدكتور في لقاء مع تلفزيون سلطنة عمان. الجانب النفسي هل حظى كذلك بمراعاة منكم وأنتم يعني تضعوا مثل هذه الخطط؟ وين وضعتوا الجانب النفسي من كل هذه التفاصيل؟ طبعا أكيد من ضمن مخلفات الجائحة في أثار سواء كان نفسية أو أثار طبعا اجتماعية. الوزارة طبعا درست هذا الموضوع، وكان من ضمن أحد التوصيات لجنة فاقد التعلم اللي قامت تحقيق الوزارة بقرار الفتة من 24 إلى 25 يونيو 2021 في هذا الجانب. وعلى ضوء طبعا الوزارة حقيقة يعني قامت بإعداد دليل في هذا الجانب، سيتم هذا الدليل سيتم هذا الدليل طبعا نشره أو تعميمه على المديريات التعليمية لاحقا. هو عبارة طبعا مجموعة من الأفكار أو مجموعة من الأنشطة تعين المدرسة على تعزيز الجوانب سواء كان النفسية أو الاجتماعية أو الانفعالية لدى الطلبة، بحيث أن تكون هذه طبعا البيئة المدرسية والصفية بيئة آمنة وتعاونية وتشاركية بين المعلم حقيقة وطلبته، مع توفير الجوانب الاجتماعية الانفعالية ومن خلال طبعا خبرات ومن خلال أنشطة في هذا الجانب، حيث أن يكتسبها الطالب ويستطيع مخدرات التعايش بشكل إيجابي سواء كان مع أقرانه أو مع أقرانه مجتمعه بشكل عام. خصوصية الصف الثاني عشر بالنسبة لكم كذلك عندما تضعوا مثل هذه الخطط والبرامج، يعني ما كان هناك محاولات معينة مثلا لوضع خصوصية لصف الثاني عشر، ويعني إذا كانت تمت تحديات معينة يعني تكون حالتها هي الأجدى يعني في ظل هذه المطالبات؟ طبعا الوزارة حقيقة في بداية العام أكيد درست هذا الجانب ودرست التحديات ودرست الإيجابيات ودرست السلبيات قبل أن تتخذ قرار في هذا الموضوع، وبالتالي كذلك ما هي المرونة التي تسمح في هذا الجانب، حيث أن ما يتم عملية الضغط على الطالب الثاني عشان في نفس الوقت يتلقى التعليم بطريقة إيجابية وبطريقة آمنة وبطريقة تكون مباشرة بين المعلم والطالب. لذلك من ضمن الفئات والخيارات اللي خطة التشغيل المدارس اللي تم استثناء طلبة الصف الثاني عشر بحيث أن يتم عملية تعليمهم بشكل مباشر. نعم، يأتوا للمدارس مهما كانت نوع الكثافة بهذا الجانب، وذلك ضمان طبعا تلقي تعليمهم من قبل المعلم بشكل
نعم. إذا شكرا للأستاذ أمل الشكيلية ولية أمر، تواصلت معنا قبل قليل، يعني حنكنا بغي نرجع لك بس دخل اتصال آخر كذلك. جمانة كانت تتكلم طالبة وكانت تقول عن مدى استعداد كوادرنا التدريسية المعلمين والمعلمات في مسألة تغطية هذا الفاقد، يعني أكيد أنه هذا من أولوياتكم، يعني لما وضعته هو إجراء يخص وزارة التربية والتعليم أكيد. معالجة فاقد التعلم مثل ما ذكرت لك عبد الله، طبعا في ندوة قامت فيها الوزارة، وطبعا هذه الندوة استدعت فيها خبراء سواء كانوا محليين دوليين عالميين، وعلى ضوء هذه الندوة أفرزت جملة من التوصيات. هذه التوصيات طبعا تم حقيقة دراستها على مستوى الوزارة، وسيتم العمل بها على بداية العام الدراسي، وتوزع طبعا هذه التوصيات كإجراءات سواء كان من قبل تنفيذها من قبل المديريات على ديوان عام الوزارة، أو ما هو المطلوب من المديريات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات. وطبعا في هناك حقيقة مجموعة من الإجراءات في هذا الجانب، من ضمن هذه الإجراءات طبعا كيفية معالجة فاقد هذا التعلم، تشخيص الطلبة، وحقيقة سيكون في اختبارات مرحلية للصفوف من 2 إلى 5، بالإضافة إلى كيفية تشخيص أو كيفية توظيف أدوات تعين المعلم على تشخيص هذا الطالب، بالإضافة إلى كيفية إكسابه المعارف والمهارات التي فقدها من خلال العام الدراسي الماضي، من حيث هو توضيح بعض المهارات المتطلبة كتعلم قبلي، بحيث أن هذا المعلم خبرته كيف يستطيع تقديمها للطالب، سواء كان يقدمها كتعلم قبلي أو يقدمها كتخصيص مجموعة من حصص في بداية العام الدراسي، بحيث أن يتم عملية معالجة الفاقد فيما سبق. نعم، نأخذ اتصال جديد. مساء الخير. مساء النور. مرحبا، من معنا؟ علي المنوري. تفضلي علي. طالبة؟ أيوة. ثاني عشر. تفضلي. طبعا الحين يعني عندنا 9 مواد مواد علمية، أنت تقول راح تحط من الفصل الأول 10% بس، يعني تقريبا 10 دروس، باقي واجد دروس، يعني 20% واجد. ومن الفصل الثاني راح تحذفوا 10% تقريبا 5 دروس، يعني ما حذفت واجد. نحن معنا فيزياء كيمياء رياضيات أحياء، يعني الدرس الواحد يكون فيه 5 أفكار وأكثر بعد، يعني أنتوا راح تحسوا شيء قليل بالنسبة لنا. يعني الفيزياء الدرس الواحد يكون فيه 5 أفكار أكثر، قوانين فهم، يعني راح يصير ضغط كبير، ضغط نفسي، ما يعني غلط، لازم تحذفوا أكثر، لأن الدروس يعني ما يكون عبارة عن درس واحد فقط، يكون درس واحد فيه واجد أفكار. أنت تقولي 10% بس، دكتور معتصم وضح قبل قليل قال ما يعادل 20%. 20% الفصل الأول 20%. أيوة. تقريبا كم درس؟ 10 دروس للاختبارين، 5 دروس للاختبار الأول، 5 دروس للاختبار الثاني، هذا ولا شيء غير الدروس الثانية. يعني الكتاب الواحد عبارة عن 200 صفحة، كل درس 5 أفكار. نعم. يعني بعد طيب خلينا استوضح شيء دكتور، في النظام السابق لما كان بنظام الفصلين هل كان هناك في محذوفات؟ يعني العام الدراسي المصرف كان لك عبد الله نفس العملية. لا أقصد سابقا بنظام الفصلين هل لا ما في محذوفات؟ ما في محذوفات، الاختبار يكون نهاية العام الدراسي بشكل كامل. طيب الآن يعني علي لو قارنا بالنظام السابق، يعني لو رجعوا لكم النظام السابق يمكن أنت حتى ذيل 20% المحذوفات ما تحصليهن، يعني راح تختبري كامل المحتوى الدراسي اللي خذيتيه في كل فصل. لكن طلاب السنة الماضية حذفوا لهم دروس، صار كأنك درس كتاب واحد، وقالوا كان معنا ضغط. لكن حين ما لكن شوفي ترى المقارنة ممكن تشاركني في هذا الحديث يعني دكتور معتصم، هل احنا لما نقارن يعني ممكن نقارن بالعام الماضي؟ العام الماضي اتوقع كان الى ظروف استثنائيه جدا، اذا بغي نظام الفصلين بتقارنه ممكن بقبل الجائحه، ما كذاك دكتور؟ بالضبط. نحن بعد ظروف استثنائيه، احنا خلاص الحمد لله الحين رجعنا للتعافي. إذا رجعنا لازم ترجعونا فصلين، ترى رجعنا خلاص رجعونا فصلين، اختبار الفصل الأول اختبار الفصل الثاني، إذا رجعنا نحن طبيعي وتقولون خلاص استثنائية رجعونا فصلين، لأن نحن سنة استثنائية رجعونا طبيعي، إذا نحن أصلا رجعنا طبيعي. طيب يا علي بتسمعي تعليق الدكتور، شكرا. تحدثت عبد الله في الجانب نعم وضحت، لكن خلنا نقول يعني
شيء للي تابعونا الآن، وهم عدد كبير من الطلبة والطالبات خاصة صف الثاني عشر، بما أن هناك في طرح كثير من هؤلاء الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، ورغم بعض التفاصيل اللي ذكرتها أنت جزاك الله خير تبدد بعض المخاوف والضغوط، لكن ما تعتقد كذلك أنه من الأجدى أخذ هذه الملاحظات والمداخلات بعين الاعتبار، وإذا كان للوزارة يعني نية في إعادة النظر مرة أخرى يعني لما ذكر؟ أكيد الوزارة يعني لها الحرص ونفس الوقت تقيم هذا الوضع، والعام الدراسي سيبدأ مثل ما كنا سابقا في لجنة، كانت لجنة هذه تم تشكيلها في بداية العام الدراسي، هذه اللجنة كانت تقوم بعملية متابعة التحديات اللي كانت تواجه التعليم الإلكتروني وكذلك التعليم بشكل عام. كذلك هذا العام سيتم عملية تشكيل لجنة ويتم متابعة كل القرارات التي قامت الوزارة بإعدادها، وفي نفس الوقت تقوم بعملية المعالجة بشكل دوري، وهو يكون المعالجة بشكل فوري. وأتوقع الوزارة مرنة في التعامل مع كل هذه المتغيرات بالضبط اللي خلفتها خاصة لنا الجائحة. طيب دكتور معتصم، سؤال أخير فقط يخص هذه المرة المعلمين، يعني احنا الطلبة والطالبات خذينا بما يكفي، المعلمين اللي راح يقدموا للطلبة التعلم عن بعد، يعني هل سيكون عملهم من المدارس، ولا كذلك عندكم نية في تقليل هذا الضغط حتى في الكادر التدريسي ويكون حضورهم أقل؟ العودة طبعا طبيعية للمعلمين، المعلمين يداوموا في المدارس، العمل في نظام قصص محصة الأولى الحصة الثامنة نعم، مثل الوضع السابق اللي قبل جائحة كورونا. نعم، إذن الوضع بالنسبة للمعلمين هو وضع طبيعي، وعودتهم نعم إن شاء الله ستبدأ من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وبهذه آخر اتصال. طيب هذا ملح علينا، بس أتمنى أنه يكون في طيب خلاص. إذن شكرا جزيلا لك دكتور معتصم، ونحن نبارك للهيئات التدريسية ونبارك كذلك للطلبة والطالبات عودة العام الدراسي الجديد بشيء من التعافي، وأترك لك المجال إذا كانت ثمة كلمة تحب توجهها لعدد كبير حقيقة ممن يتابعون الآن من الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات. شكرا أستاذ عبد الله، حقيقة كلمتي الأخيرة أولا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لجميع أبنائنا الطلبة، متمنيا طبعا لهم عاما دراسيا حافلا بالعطاء والتميز، وفي نفس الوقت راجينا أن يلتزموا حقيقة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، مناشدين طبعا مناشدين جميع أولياء الأمور والمجتمع التربوي الاستمرارية بتكاتف الجهود لتحقيق حقيقة العودة الآمنة وضمان جودة التعليم بإذن الله تعالى. ونحن شاكرين لك كل الشكر على رحابة صدرك وإجابتك على أسئلتنا وأسئلة الطلبة وأولياء الأمور، ودائما يعني هذا التواصل يبدد كثير من المخاوف ويجيب على كثير من التساؤلات. شكرا جزيلا مرة أخرى لك دكتور. شكرا لك. يعطيك العافية دكتور معتصم بن راشد البلوشي، مدير دائرة إشراف العلوم التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، كان معنا عبر الهاتف للإجابة على كثير من التساؤلات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ من الأسبوع القادم بالنسبة للهيئات التدريسية والمعلمين والهيئات الإشرافية، ومن الأسبوع الذي يليه بالنسبة للطلبة والطالبات. أتوقع في نقطتين ذكرهم الدكتور معتصم في غاية الأهمية، وكانت تدور حولهم كثير من التساؤلات من طلبتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، هي مسألة محتوى الاختبارات القصيرة، مثل ما ذكر أن الاختبارات القصيرة أول اختبارين في الفصل الدراسي الأول المحتوى تبعهم ما راح يكون من ضمن محتوى الاختبار النهائي، ويعني راح يكون من المحذوفات، وذكر أنه هذا المحتوى يعادل 20% تقريبا من المحتوى الكامل، واللي راح يكون يعني من المحذوفات بإذن الله تعالى. هذه إذن التفاصيل المتعلقة ببدء العام الدراسي، ونحن إن شاء الله الأسبوع القادم ستكون لنا متابعات إذا كان هناك ثمة مستجدات، لأنه يبدو من كلام الدكتور معتصم أن هناك يعني بعض القرارات التي ستصدر وبعض يمكن البروتوكولات التي سيتم الإعلان عنها لإيضاح
جميع التفاصيل المتعلقة ببدء العام الدراسي، لو أن من وجهة نظرنا يعني أنه المفروض هذه كانت يعني جاهزة، لأن احنا نتكلم عن بداية فعلية للعام الدراسي بدوام المعلمين وبعد دوام الطلبة، فيعني المفروض أنه تكون هناك أو يعني كل التفاصيل هذه حاضرة من قبل انطلاق وبدء العام الدراسي. لكم منا أجمل التحية، كان معكم في الإعداد جاسم البداعي، وفي تغطية هذا المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي جميلة الزيدي، وفي الإخراج المرئي أحمد العزيزي. نلتقيكم الأسبوع المقبل في أمان الله.